هي تعبانه بجد ولا ايه؟ مالها يا دكتور اسماعيل؟ شد حيلك يا استاذ حماد، البقاء لله. لا بس هي هتلاقيها بس عشان زعلانه مني، انا عارفها. انا طالع لها اول ما تشوفني هتخف على طول. تعالى يا حماده استني استني انت، انتوا فاهمين غلط. في موضوع بيني وبينها كده، لو اتحل خلاص. سيبيه سيبيه يا نوال، سيبيه يطلع يشوفها. يلا يا ست انا عملت اللي انت عايزاه، سيديه اهو وهنحطه في الشكمجيه كده، نوال تبقى ما عرفتش اي حاجه. مبسوطه بقى؟ يلا قومي. انت لسه زعلانه؟ انا اسف يا ماما. ادي ايدك بوسك، ودي راسك. يلا بقى، هو انا لو ما كنتش هتدلع عليك هتدلع على مين يعني؟ قوم يلا، انا هحط لك فيلم جديد من تحسن صبي حبيبك. انت ما بتردش عليا ليه؟ يا رب اموت لو ما رديتي عليا. امي بقى، هو ايه اللي حصل يعني؟ انا يا ما غلطت وانت يا ما سمعتيني، يا ما عملت بلاوي وانت يا ما داريتي عليا. شفتي الدكتور اسماعيل؟ الراجل ده عبيط، بيقول لي شد حيلك. انا مش بحبه على فكره. انت كمان ما بتحبيش الدكاتره. احنا كده عايشين بالبركه. انت بتنامي وانا بكلمك يا نونا؟ انا كمان تعبان قوي. انت عارفه ان انا بقالي يومين مطبق؟ انا همدد جنبك. انا احلى نومه في الدنيا لما ابقى في حضنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شد حيلكم. شد على الله، اتفضلي. بس يا نوال ما تعمليش في نفسك كده حبيبتي، البقاء لله. يا في حياتك شدي حيلك بقى، ها؟ خير لها الفاتحة. ماما نونا كانت طيبة، مسواها الجنة إن شاء الله. الله، اتفضلي. حصل ده امتى يا كمال بيه؟ بعد الفطار على طول، ماتت وهي صايمة. في الجنة إن شاء الله. إنما المرحومة ما كانتش عيانة قبل كده؟ بيكلماني امبارح وعمالة تهزر معايا وتواسيني علشان سبت الشغل، وقالت لي دعيت لك في صلاة الفجر. هو بابا فين دلوقتي يا أنكل كمال؟ عندها فوق، تايه يا عيني، مش داريان بروحه. حماده
واحد صديقي في جارة الأهرام، والنعي هينزل بكرة بإذن الله في الطبعة التانية. متشكر يا منير بيه. راحت يا حمادة، راحت الحبيبة. شد حيلك. كمال بيشوف، شوف حمادة راح فين. خليه يخرج يشم الهوا في الجنينة، ربنا يكون في عونه.